حرف الحاء عايزين نهتم فيه في الرقعة شوية. هذه الحركة واحد اثنين ثلاثة هنقول هذه المسافة نقطتين. وهذه ثلاث نقاط. ونزول نقطة. يهمني الاتصال بين نهاية حرف الباء هذه وبداية حرف الباء هذه. لو جمعنا الحركة رقم واحد مع اثنين أكاد أكون برسم فراغ حرف الفاء. فراغ حرف الفاء هيبقى نقطة تقريبية. هذه نقطة. طيب عايزين نطبق استخدام حرف الهاء. هكتب هلا مثلا. لم ألف والألف ثلاث نقاط. هاء كاف مثلاً